هبدأ معاك حلقة اليوم ببرستاو. برستاو الذي أثار غضب الكابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم والأخلاق في النادي الأهلي وفي مصر وفي الوطن العربي أجمع، بعد علمهم بأن طلب الكابتن محمود الخطيب إجراء تحقيق عاجل وعادل مع في هذا الأمر. أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة عدة اتصالات باللاعب وبالمسؤولين في منتخب جنوب أفريقيا وبالتالي علم الآتي: أن الإصابة ليست وليدة اللحظة، وإنما كانت الإصابة منذ مباراة زيمبابوي أولى مباريات الفريقين في التوقف اللي هو الأجندة الدولية وتصفية كأس العالم. أنه لعب أمام زيمبابوي بمسكنات، ثم لعب أمام غانا أيضا بمسكنات. تحول الشد في العضلة الضمة إلى مزق في العضلة الضمة يستوجب الغياب عن الملاعب مدة من 6 إلى 8 أسابيع. استشاط الكابتن محمود الخطيب غضبا بعد التحقيق العاجل والسريع من الدكتور أحمد أبو عبلة، والذي وفاه بهذه المعلومات أو وفى سيد عبد الحفيظ بهذه المعلومات. سيد عبد الحفيظ نقلها لكابتن محمود الخطيب، والأهلي في قمة الغضب وفي قمة الثورة، لأن هذا اللاعب الذي اشتراه النادي الأهلي 1,800,000 يورو وجايبه من الدوري الإنجليزي وبيبني عليه الأمال إن هو يعمل يعني يبقى عنصر هجومي مهم يحدث الطفرة في النادي الأهلي، يغيب 40 يوم. بقى الكابتن المهندس دكتور أحمد أبو عبلة قال الكابتن محمود الخطيب إن الإصابة يا كابتن من يوم من المباراة الثانية مباراة غانا، وبالتالي يا كابتن يعني مر مثلا بتاع أسبوع، يعني قدامنا من 4 إلى 5 أسابيع حتى يشارك في هذه المباريات وحتى يعود إلى التدريب البدني مع المسؤولين في النادي الأهلي. وطلب الكابتن الدكتور أحمد أبو عبلة من بيرستاو سرعة الحضور إلى القاهرة وإتمام العلاج أمام تحت إشراف الجهاز الفني من للنادي الأهلي والجهاز الطبي للنادي الأهلي، لأن في غضب شديد في النادي الأهلي وخاصة من الكابتن محمود الخطيب. أنت إزاي يبقى عندك لعيب مصاب؟ ده اللي قاله الدكتور أحمد أبو عبلة لسيد عبد الحفيظ ووصل لكابتن محمود الخطيب. لعب المباراة الأولى أمام زيمبابوي وهو مصاب، عنده شد خفيف في الضم وخد مسكنات. جه في المباراة الثانية أمام غانا الشد تحول إلى ماز في الضمة، وبالتالي الغياب من 6 إلى 8 أسابيع. عدى منهم عشر أيام. هنا استشاط الكابتن محمود الخطيب غضبا، يعني إزاي لعيب بهذا يلعب، هو نفسه يقبل إنه يلعب وهو مصاب، وبالتالي يعني في حالة استياء شديدة داخل إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والطبي للنادي الأهلي بعد لعب بيرستاو مباراة غانا وهو مصاب. قال لك الشد كان خفيف، لكن تحول الشد إلى مزق في العضلة الضم، استياء رهيب لدى كابتن محمود الخطيب من هذا الأمر. وبرضو الفكرة إيه؟ إن إصابات صفقات الأهلي الجديدة دايما بتبقى عضلية، ما تعرفش ليه، يعني هو ما جاش النادي الأهلي ما شافش الضغط النفسي والعصبي والحكاية والرواية، لكن ما مسألة صعبة للغاية واستياء شديد في النادي الأهلي من هذا الأمر. على العكس تماما بقى لويس ميكاسوني نجم منتخب موزمبيق وسيمبا التنزاني حضر اليوم لتدريبات النادي الأهلي وعملوا له طابور الشرف وقعدوا يضحكوا ويهزروا معاه. لحظة أجيب لكم الصور، ومن المحبة يعني والتقدير له زي ما النادي الأهلي بيعمل في هذا الإطار دوما، يعني أهوت الصور هيت حاجة جميلة ولطيفة من اهي اللعيبة بتهزر معاه وبتضحك معاه. لويس ميكاسوني حرص على الحضور، اهي الصور اهي ماشي اهو، علي معلول اهوت كمان، والناس عمالة تحتفل وأجواء جميل. أسف الشديد بيرستاو الذي كان يعلق عليه مستر بيتس موسيماني أملا كبيرة في مباراة السوبر الإفريقي أمام طلائع الجيش 21 سبتمبر وفي مباراة الجاز غاب عن الحضور، وربما سيغيب لفترات طويلة لا تقل عن يعني من شهر ل 40 يوم، من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، مز في العضلة الضم. فكلنا عارفين إن هذا الأمر، حد بيقول الصوت مش واضح، الصوت اهو المايك اهو، نعمل اكتر من كده، المايك اهو يا ست الكل. استاذه نرمين بتقول الصوت مش واضح، هذا المايك يا ست الكل، ظاهر المايك ماشي. طيب
يبقى لويس ميكاسوني حضر للتدريب وخاض التدريب وما الى ذلك والغضب شديد. وانا بكلمك على النادي الاهلي وتدريباته، عاوز اقول لك ان النادي الاهلي عامل معسكر الاول، خاض النهارده كل اللاعبين الدوليين حضروا التدريب، خاض كل اللاعبين الدوليين حضروا تدريب اليوم، ومحمد الشناوي، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف وصلاح محسن، لان هم اللي كانوا خدوا اجازه شموا فيها نفسهم بعد ما جم من المنتخب الوطني الاول. وعاد ايضا علي معلول واليو ديانج، وظروف الطيران بدر بنون يحضر غدا باذن الله تعالى الى القاهره وينضم الى تدريبات النادي الاهلي استعدادا لمباراه السوبر. لكن اكرم توفيق اللي كان واخد يعني اصابه جامده تحت عينيه خف بسلامه الله، واليوم حضر لتدريب النادي الاهلي وخاض التدريب وجاهز للعب مباراه السوبر. مباراه السوبر مباراه صعبه، مباراه مهمه، مباراه لا تقبل القسم على اثنين، مباراه النادي الاهلي يلعب من اجل استعاده الهيبه واستعاده البطولات والانتصارات بعد خساره بطوله الدوري العام واستياء جمهور النادي الاهلي من خساره اللقب اللي اعتاد الفوز بيه، اللقب اعتاد الفوز بيه، لما بيخسره جمهور النادي الاهلي بيزعل جدا 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 لهذه الخساره المجعه والمؤلمه وبيستقلي. عشان كده في اهميه كبيره لمباراه الاهلي وطلائع الجيش، الاهلي وطلائع الجيش في السوبر باذن الله تعالى. ربنا يوفق باذن الله الفريقين، الاثنين فريقين كبيرين، فريقين مصريين، يعني الاهلي حريص على ادراك الفوز، الاهلي يلعب دائما للفوز ويلعب للبطوله. طلائع الجيش خسر من النادي الاهلي في كاس مصر بصعوبه شديده، خسر في كاس مصر بضربات الترجيح. محمد بسام عمل مباراه عمره في قبل بدء الموسم الماضي، هيجي بقى البطوله دي السوبر المصري مباراه صعبه ويعني يفوز فيها الافضل. نادي الاهلي عنده بكره مباراه وديه كان مفترض يلعبها امام الاتصالات، هيلعب المباراه امام بتروجيت لاسباب ما، ثم هيلعب مع المقاولين العرب يوم 16 ان شاء الله. من يوم 16 نادي الاهلي هيخش في معسكر مغلق لاستعدادا لمباراه طلائع الجيش اللي هي يوم 21، طلائع الجيش يوم 21، وبعدها هيقعد النادي الاهلي ايضا في اسكندريه استعدادا لمباراه انبي في دور ال 16 لبطوله كاس مصر. وفي نفس اليوم مفترض يلعب سموحه وبيراميدز، والفائز منهما يلتقي اظن يوم 29 ماشي، ثم الزمالك يلعب مع اسوان يوم 2 اكتوبر، والفائز بقى من الاربع فرق دول يلعب بتروجيت يوم 3 اكتوبر. لكن اجي لك دلوقتي لكاس مصر، فالاهلي هيبقى عامل معسكر دائم هناك في اسكندريه من اجل ان هو يعني يستعيد ذاكره البطولات ويفوز، ويبقى خلاص اللعيبه مركزه، وهيخلص كل صفقات اللاعبين الراحلين خلال الساعات القليله المقبله. عندك رامي ربيعه مطلوب في سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا كانوا عايزينه في من يناير اللي فات، لكن المقاولين دخل وخلص وانهى. النهارده سيراميكا كليوباترا كان الدفاع عنده شوارع، عاوز يامن دفاعه، بيتفاوض من دلوقتي على رامي ربيعه. في ثلاثه من مدافعي النادي الاهلي يمكنهم الرحيل، محمد عبد المنعم، سعد سمير، رامي ربيعه، الثلاثه يمكنهم الرحيل. وبالتالي يعني مش يمكنهم الرحيل، يعني الجهاز الفني لا يمانع في رحيل اي حد فيهم. مكتفيين ببدر بنون، ايمن اشرف، محمود متولي، ياسر ابراهيم، سعد سمير، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم. يعني لو واحد واثنين مشي من الثلاثه دول الاهلي مش هيقول لا، الاهلي مش هيقول لا. طيب ده بالنسبه للنادي الاهلي و بيرسي تاو واللازمين. هقول لك انا على حاجه